مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقتنا. وطبعا قبل ما نبدأ اسمحوا لي أبارك طبعا للنادي الأهلي إن هو اتهيأ للصف النصف النهائي دوري أبطال أفريقيا. طبعا كل التوفيق وكل النجاح يا رب لنادي الأهلي في مبارياته القادمة بإذن الله. ألف مليون مبروك ليكو. طبعا كانت فرحة كبيرة أنا عارفة. النهاردة هنشوف مهارات جديدة وهنعمل مواد ووصفات جديدة إن شاء الله. أتمنى تنول إعجاب حضراتكم. كل سنة وحضراتكم طيبين، واسمحوا لنا في البداية تبقى التهنئة مضاعفة، يعني تهنئة لينا بقدوم عيد الفطر المبارك، وتهنئة لإخواتنا المسيحيين والأقباط بعيدهم. كل سنة وحضراتكم طيبين وربنا يجعله عيد سعيد على حضراتكم بإذن الله. طبعا هنبدأ النهاردة في حلقة مميزة لأنواع كتير من الكحك. هنرضي وهنقدم لكل الأصدقاء اللي حابين يشوفوا أنواع يعني بيعتمدوا عليها أو بيحبوها بيفضلوها. هنعمل ثلاث أنواع من الكحك النهاردة. هنعمل الكحك القديم بتاع جدتي اللي بالسمن والخميرة والسمن المقدوح، وهحكي عن حاجة مهمة قوي فيه. وهنعمل الكحك على البارد بالبيكنج باودر لمحبي الكحك البارد، وهنتكلم كمان عن الكحك اللي بالزبادي علشان ليه محبيه برضو. خلينا نبدأ ونقول يلا انطلقت صفارة الحكم تعلن عن ابتداء الشوط الأول. يلا بينا نقول ما قدرنا. عندي أول حاجة هتكلم عنها ريحة الكحك، هي إيه مكوناتها؟ يلا بينا. عندي لريحة الكحك وهنحكي عن كل مكون منهم. خلوا بالكم أول مكون ده مش موجود كتير ومش كل الناس تعرفه، حتى عطارين ما يعرفوهوش، هي الكافورة. هي 25 جرام من الكافورة، وهوريكم شكلها دلوقتي. بتدي ريحة وطعم لريحة الكحك رائعة. طبعا دي من الحاجات القديمة قوي. طيب 50 جرام من القرفة، 30 جرام من الحبهان، 50 جرام من القرنفل، 25 جرام من زر الورد، 30 جرام من ورق اللورة، 30 جرام من الكبابة الصيني، 20 جرام من المحلب، رشة من جوزة الطيب. دي مكونات ريحة الكحك. تعالوا كده، أنا بس ههدي هنا عشان أنا بدفي السم. طبعا هنحكي عنه. تعالوا نشوف كده المكونات. ده المحلب، ده المحلب. خليني بس ألبس كده جلافز مع حضراتكم بقى. المحلب ده في ناس كتير قوي بتفضله على الكحك، وهنتكلم عن السؤال ده. هل المحلب كافي أستخدمه في الكحك لو مش عايز أستخدم ريحة الكحك؟ أقدر. في ناس كتير بتستخدمه في المعمول بطريقة مثلا هم حابينه أكتر من ريحة الكحك، مفيش مشكلة، بس ده بيبقى المعمول. طيب خليني بقى أخد كده هنا، ده المحلب خلاص بيبقى فيه صحيح كده، ودي طبعا جوزة الطيب. دي الكافورة اللي بقول لحضراتكم عليها، شايفين شكلها عامل ازاي؟ دي الكافورة، دي الكافورة. طيب هنا ده القرنفل وده الحبهان، ودي الكبابة الصيني، ده شكلها. الناس اللي مش بتحب تتعامل مع جوزة الطيب وتقول مثلا انا مش بحبها، البديل بتاعها كبابة صيني. طيب عندي قرفة وعندي زر الورد اهو، وادي ورق اللور. دي مكوناتها. انا بطحنها، لازم طحانة بتاعة بن، ما ينفعش طحان مش قوي عشان ما يبص. لو الطحان ضعيف بلاش، لان احنا بصوا هنكسر كده خشب وهنحط مع بعض علشان نبدأ نكسرهم كده ونحط الحاجات دي تطحن مع بعض عشان بنسب زي ما حضراتكم شايفين. طبعا تقل او تزيد، في ناس بتعملها بنسب متساوية وفي ناس بتعمل الفروق دي. هي الفروق دي لان في أطعمة بتطغى زي القرنفل، ما ينفعش احطه نفس القيمة بتاعت او نفس الجرام بتاع مثلا الورق اللورة او المحلب، كمان قوي ما اقدرش ازود منه كتير. فاهمين قصدي ازاي؟ فعشان كده احنا بنعمل نسبة وتناسب. اصلا المقادير اللي نزلتها عند حضراتكم دي احد العطارين، احنا بنعملها كده بيور في البيت، يعني بناخد منها على الدقيق بتاعنا على طول، عشان كده ما ينفعش نكتر منها، ما بيبقاش معلقة كبيرة، بتبقى معلقة صغيرة اذا احنا عاملينها بيور كده. طب لو احنا جايبينها من بره، بصوا لونها بيبقى فاتح ازاي؟ اللي لونها فاتح دي، معلش انا برضو هقول المعلومة دي، اللي لونها فاتح دي مضاف ليها دقيق خام. مضاف ليها ايه؟ دقيق خام، يعني هو بيطحن كل الكمية دي ويخلطهم على المعايير اللي اديتها لحضراتكم دي، على مثلا 3 كيلو دقيق خام، وبيباعها لانها ريحه الكحك. لكن الغامقه انا بميل للغامقه، انا بحب الغامقه الحقيقه، بستخدمها على طول وبحب اعملها في البيت وبحس انها كده ايه لسه طالعه فريش، بحتفظ باللي باقي عندي في الفريزر في كيس وتمام. نبدا بقى المرحله الثانيه، هنبدا نتكلم عن الكحك اللي بالخميره والسمن البلدي المقدوح. طيب
ليه محبيه، ليه محبيه. بس خليني اقول لحضراتكم حاجه واحده بس، لو حضراتكم عملتوها هتستمتعوا بطعم الكحك يعني هتاكلوا كحك صحي وكويس. انا لو بسيح الزبده البلدي بتاعتي، الزبده البلدي سيحتها وبعد ما ساحت واصبحت تمام وهي لسه سخنه بتغلي، انا هاخد منها واحط على الكحك بتاعي، لكن استحاله ابردها وارجع تاني اسخنها. انا بقول لحضراتكم عن نفسي انا ضد هذا المبدا، وانا عملته النهارده اكراما لاصدقائي اللي حابين اعمل الوصفه قدامهم. غير كده انا ما كنتش هعملها، لان انا في كل السنين اللي فاتت ما اشتغلتش ابدا الكحك اللي بالخميره والسمن المقدوح، اشتغلته على البارد. هنحكي عن كل حاجه فيهم ونقول ازاي نعملها صح وتكون صحيه. انا دلوقتي بسخن هنا او هنا المغلي معايا السمن المقدوحه بتاعتي او السمن البلدي بتاعي 550. الكحك اللي بالخميره بياخد نسبه سمنه 50 جرام زياده. حلو. طب لو حطيت 600 جرام، دي بقى الناس اللي بتحب الكحك الدايب، الدايب قوي لانه بينعم قوي لان نسبه السمنه زادت. لكن المعدل الطبيعي لكيلو الدقيق هو نص كيلو من السمنه فقط يطلع مظبوط. وبنعتمد اكتر على البث اللي هو ايه، ان احنا ننعمه قوي ونبثه كويس. اول حاجه هاخد الدقيق، بصوا انا الاول هعمل حفره كده هنا لان انا هصب ده بيغلي، بس انا الحقيقه مش عايزه اعمل ده هنا، معلش انا عايزه اعمله هنا على طول علشان اركبها على طول، معلش عشان برضو السمن سخن جدا. هاخد كده الاول حاجه هحط كميه الدقيق دي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا منخول، منخول جدا، يعني انا كل ما حضراتكم تنخلوا الدقيق، طبعا الدقيق اللي انا مستخدماه ده هيبقى يا اما دقيق لكل الاستخدامات يا اما الدقيق بتاع الكحك والبسكوت. طيب هاخد ذره ملح اللي هي نص معلقه صغيره ملح، هقلب كده، بصوا يبقى جميل ازاي، يبقى عندنا يا دقيق متعدد الاستخدامات يا دقيق ايه كحك وبسكوت. طيب هاجي هنا عندي كده اللبن، اللبن ده اهم حاجه، السوائل اللي في الكحك ما تزيدش ابدا عن كوبايه من السوائل، سواء ميه او لبن. سواء. الو اميره. الو، اهلا وسهلا. صباح الفل عليكي، كل سنه وانت طيبه. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه وسعيده يا رب. انت حضرتك رجعتينا للزمن الجميل بتاع الكحك اللي بالسمنه المقدوحه. فعلا يا حبيبتي تسلميني، انا قاعده بتفرج عليكي فعلا، ولغايه دلوقتي ما شفتش حد عمل السمنه المقدوحه دي خالص. يا رب يخليكي تسلميلي. والله انا يعني اول مره اعملها السنه دي، بس حاولت ان انا يعني احترم اللي زي حضرتك بيقدسوا العادات القديمه. نرجع للحاجات القديمه، عايزين كمان القرص اللي بالعجوه اللي هي الطريه بتاع زمان برضو. من عينيا، من عينيا، اللي بالسمنه البلدي وبتتحشي عجوه. حاضر، من عيني. كل سنه وانت طيبه وحضرتك بالصحه والسلامة. انا اتصلت عشان اقول لك يعني تسلم ايدك، فعلا بترجعينا للحاجات الجميله. تسلمي، تسلمي، كلك ذوق يا فندم، كلك ذوق. كل سنه وحضرتك طيبه، اسرتك جميعا يا رب. متشكره جدا يا فندم، متشكره جدا. طيب انا هدفي اللبن هنا تدفئه بسيطه، وعايزه اخد هنا هحط ايه بقى، هحط الخميره. لا معلش لحظه واحده، استنوا يا اولاد، استنوا يا اولاد، الخميره اهي، وعندي السكر. طيب انزل بس كده السكر عشان هو ده اللي بيتفاعل وبيشغل الخميره، وبعدين اللبن دافي شويه، بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل اللبن دافي، وده اختبار الخميره برضو، يعني ده بيخلينا للناس اللي هي لسه عايزه تشوف الخميره دي شغاله ولا مش شغاله، بيبقى اختبار للخميره. هنقلبهم كده ونسيبهم على جنب شويه علشان ايه، انا ما حطيت بس رشه من ريحه الكحك هتدي طعمها، كله هيتحط له ريحه الكحك دلوقتي. لا بيسالوني هتنفع بخميره بتاعه الفرن الطبيعيه، لا مش مع حضراتكم في استخدام الخميره الطبيعيه للكحك، نستخدم الفوريه. اولا الخميره الطبيعيه قويه جدا، قوية جدا، وبعدين بتخمر زيادة جدا، وممكن قوي للناس اللي لسه أول مرة تجرب يعني هتختمر بشكل وممكن الكحك يبقى مش مظبوط. فأنا الخميرة الفورية ليها معدل وتوقيت وليها معيار. طب إحنا هنحكم معيار الفريش إزاي؟ أنا دلوقتي قلت لحضرتك معلقة، ممكن تزيد منك حتة، تقل حتة، طب ما أنا مش هعرف أحكمها، فخلينا في الفورية نتيجتها مضمونة. طيب أنا كده قلبته وسبته في جنب. الدقيق زي ما قلت لحضراتكم حطيت رشه الملح، بصوا كده اهي رشه الملح،
حطيتها على الدقيق، هوسع كده حفره في النص، لازم تكون السمن سخنه جدا جدا. هجيب كده الاول شويه سمسم، هحط هنا معلقتين سمسم كبار، انا هصب عليهم السمنه البلدي علشان السمنه دي بتدي تحميصه للسمسم كمان كويسه جدا. يبقى انا حطيت ذره الملح والكيلو دقيق وحطيت معاه معلقتين كبار او ثلاثه من السمسم اهم على حسب ما حضراتكم بتحبوا النسبه بتاعته قد ايه، وقدحت السمن اهي، ودي كانت المفروض تبقى زبده بلدي، احنا بنشيلها في الفريزر نطلع حسب الحاجه، نخلص المعيار اللي عندنا في البرطمان نطلع تاني من الفريزر، ما تسيحوش كله مره واحده لانه بتزنخ وبتبقى طعمها مش حلو لو مش بتستخدموها على طول. هاخد كده بصوا بيغلي ازاي، بسم الله، هنزل هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو اهو شايفين بتفور ازاي؟ شايفين بتفور ازاي؟ شايفينها بتفور ازاي؟ اهي كده، اهي اهي، شايفين شايفين فارت ازاي؟ تعالوا بالسباتيولا كده هبدا اعمل كده تحريكه، طبعا وهي سخنه مولعه اوعوا تحطوا ايديكم فيها، اهي خلاص. لازم ابس بقى ده كويس قوي. في بقى مرحلة هنا في الكحك ده عشان يطلع مبسوس صح، بما انه بقى سمنة مولعة كده وانا مش عارفة اعمله، ان انا بضربه جامد وببسه كويس. الدي متعدد الاستخدامات او للكحك والبسكوت ما بيبقاش فيه عرق، فما تخافوش منه مع العجن، ماشي الكلام. هبدا بصوا هو كده لسه ما لحقش يتبس وانا مش هقدر احط ايدي فيه دلوقتي، بس هاخدها زي ما هي قدام حضراتكم كده، هروح بيها اضربهم شويه فين، هناك في العجان. طبعا اقدر اعمل ده بايدي مفيش مشكله، بس ايه محتاج طولة بال، وانا مش عايزه اطول على حضراتكم علشان وقت الهوا. بسم الله هبدأ أعجنه كويس. بصوا الخميرة هنا بدأت تفور ازاي وتعلى، ده دليل ان الخميرة كويسة. طبعا معلقة واحدة من الخميرة ممسوحة فقط لا غير. ريحة الكحك اهي معايا هحطها هنا، بصوا الكلام، ادي ريحة الكحك تتخلط بقى مع الخليط، هتلاقوا الخليط ده ناعم وهتحس انه كانه مش محتاج سوائل. لا هو محتاج، ما تزودوش عن كوبايه سوائل، لو زودته هينشف. ميه او لبن. هنبص بصه كده، بسم الله. بصوا بصوا بيبدا يبقى ناعم ازاي، مش هقدر احط ايدي فيه دلوقتي. بصوا دايب ازاي، تحسوه كانه مش محتاج ايه، ريحته روعه، كانه مش محتاج سوائل. لا محتاج، محتاج سوائل، محتاج كوباية. ريحته تجنن. حبايبي هنزل بقى كده، خليني أصب هنا الإيه الخميرة، بسم الله الرحمن الرحيم، مع اللبن أهو. هنضرب بقى ضربة حلوة، هتلاقوه لان بعد ما بيلين بيرجع يمسك تاني، فما تتخضوش. ولما بيلين قوي في الاول قبل ما ابس، انا ليه بدل البس بضربه اسهل لي، اقدر اعمله على ايدي مفيش مشكله، علشان تتبس صح. وبحط السمن الاول علشان بصوا هو لسه هنا، لسه هيجمع، لسه هو انا كده ما لمتوش، هيتلم تاني عن كده. بصوا هيبدا يدي القوام بقى، بس لازم المه تاني لحد ما جوانب العجان ده تبقى ايه نظيفه. بسم الله. دلوقتي بقى هبدا اجهز للعجميه. بص بصة معلش مع حضراتكم، بسم الله، انزل بس اللي في الجوانب دول كده عشان ايه يتلموا صح اهم، وناخد اخر حبة معاهم، بسم الله. وهنبدأ بقى نعمل الحشو بتاعنا. طيب انا دلوقتي لو عندي حشو ملبن اهو، هاخد كده بولة
الملبن اهو. اولا حشو الملبن، اول حاجه بنختار ملبن اسمه ملبن كحك، لان في نوعين من الملبن، في ملبن كحك وفي ملبن الحلو اللي احنا بناكله العادي. العادي ده ما ينفعش ينشف، فلازم نستخدم ملبن الكحك. عندي سمسم وعندي معلقه صغيره سمنه، وتقدروا تحطوا رشه واحده من ريحه الكحك اذا حابين. ادي الملبن اهو، بصوا على البارد كده اهو، شايفينه ازاي؟ هحط معاه معلقه صغيره من السمنه على البارد، هحط رشه بسيطه طرف المعلقه كده نونه من ريحه الكحك تدي بس طعم، وشويه من السمسم، واخد دول كمان اهو. وتعالوا بقى نقلب الايه الملبن بتاعنا اهو على البارد كده، عشان اللي عايز يحشي ملبن. ادي ده حشو اهو، شايفين؟ ادي حشو الملبن. يبقى احنا اتكلمنا عن نوع الملبن اهو، شايفين ازاي؟ الله الله. هاخد كده الكوره على قد ما انتوا عايزين اهي، هكور بقى كور من الملبن، تستمتعوا بيه على حسب حجم الايه الكحكايه اللي حضراتكم عايزين تاكلوها. تعالوا بينا بقى نشوف حصل ايه في الكحك بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا كده. اتبس قوي وناعم قوي، بصوا بصوا. انتوا عارفين الكحك ده برضو يعني ايه، اكيد احنا كلنا مش كلنا عارفين قصة الكحك ده. هو كان في انهي زمن بقى؟ بصوا هنحط كده، كان في زمن او العهد الاخشيدي بيقولوا عليه يعني. فكانوا بيحشوا الكحك ده ايه، دنانير، دنانير ذهب. الله حلو قوي ده. طيب، وكانوا بيعملوا يوزعوا الحاجات دي ويجهزوها من رمضان عشان يوزعوها بعد العيد، الكحك اللي محشي ايه دنانير ده. بصوا بقى ادي الايه العجينه، قمر كده مبسوس قوي على الرغم ان انا حاطه له 550. بناخد جزء بقى كده طبعا اهو، اللي عايز يشيب ويهدى انا بحشي على طول اهو. ادي الملبن وهقفل كده، وهنعمل كده، اخد صاج، ما بفيش اي ماده دهنيه على الصاج، ومش لازم كمان ورقه الزبده، الصاج على طول. هحط كده، هاخد تاني، ده الكحك القديم. وتعالوا وتعالوا هنعمل العجميه مع الفاصل ان شاء الله، والاستراحه اللي جايه على الشوط التاني هنعمل مع بعض الايه العجميه اللي بالعسل، ونظبط معاييرها مع بعض سوا احنا، ونشوف بقى الكحك الدايب ده يطلع ريحته عامله ازاي وطعمه عامل ازاي. بصوا بقى الجمال، بكور كده اهي. عايزه اقول لكم اول ما هيقعد شويه هتلاقوا الدنيا رائعه، وهبدا اشكله سواء ببصامه الكحك اهو، او بالمنقاش زي ما تحبوا اهو. ما تصفريش. ما تصفريش. هاخد بس كده الطباعه هنا رشه كده، حاجه بسيطه، اديله بس الشكل. وتعالوا هنشتغل بعد كده نعمل العجميه مع بعض. طيب انا دلوقتي هدخله عادي الفرن، حراره 180 على الشبكه في النص، مسخنه الفرن من قبل بربع ساعه. هدخله لحد ما من تحت ياخد اللون الذهبي الحلو، وبعدين يبدا لو انا عايزه من فوق الونه سنه بطفي الفرن وبشغل الشوايه، مفيش 3 دقايق واتابعه، لو الصاج من ناحيه بيحمر وناحيه لا اقلب الصاج الناحيه الثانيه واتابع التسويه، هيطلع اللون الجميل. طلعوه ما تلمسوهوش قبل ما يهدى ويبرد على الصاج، بعدين نبدا نطلعه. هنخزنه زي ما هو كده ساده، وقت ما نعوز منه ناخد ونحط عليه السكر الباودر بتاعنا. ده كده الكحك اللي احنا عملناه بالخميره وبالسمن البلدي. بصوا جماله، بصوا جماله، واتبس كويس. ودي اهم مرحله، ان احنا نبس السمنه مع الدقيق، عشان الدقيق اولا ياخد تحميصه السمنه، السمسم يتحمص يديها ريحه حلوه، ودي ماده حافظه كمان، لانه السمن البلدي دي تعتبر ماده حافظه للكحك نفسه، فبيقعد مدات طويله. طيب يلا بينا دلوقتي، الحكم صفر عن انتهاء الشوط الاول، هنطلع لاستراحه، نرجع مع حضراتكم نستعد لبدايه الشوط الثاني في انتظار حضراتكم.
اهلا وسهلا مشاهدينا، ورجعنا من الاستراحه وهنبدا مع بعض الشوط الثاني. شفنا عملنا ايه في الشوط الاولاني، عملنا الكحك اللي بالخميره والسمن المقدوح. تعالوا بقى دلوقتي نعمل مع بعض الكحك اللي بالبيكنج باودر على البارد. قبل ما اقوله خلينا نقول الاول حشو العجميه. حشو العجميه عندي معلقتين كبار من الدقيق، عندي 3 معالق من السمن، عندي معلقه كبيره من السمسم المحمص، عين جمل مجروش او بندق او عايزينها ساده يبقى مش هتضيفوه، وعندي كوبايه من العسل الابيض. دي المعايير بتاعته. نقول تاني، عندنا كوبايه من العسل الابيض، عندنا معلقه كبيره من السمسم دي اختياري، وعندنا 3 معالق من السمن ومعلقتين دقيق، وطبعا اللي حابب يحط فيه مكسرات انا بجرش العين الجمل او البندق ونضيفه. طيب هبدا اول حاجه هنا، هاخد كده تشويحه بالدقيق كده من المعلقه، ناخد كده ايه، ادي الدقيق وادي السمن. بسم الله الرحمن الرحيم، وادي كوبايه العسل، وطبعا لازم من بعدها نهدي النار شويه. خلاص ادي الثالثه. طيب عندي هنا للدقيق معلقتين من الدقيق، هبدا ادوب احمص الدقيق ده شويه حلوين، احمره حبه حلوين حبه حلوين كده حبه حلوين. ممكن احط نص معلقه كمان، انا مليت معلقه ومعلقه تانية كانت مش مليانه قوي. يبقى كده معلقتين هرميتين من الدقيق، 3 معالق من السمن. هنقلب بقى تقليبه حلوه كده كده، وهنبدا بقى ايه، اول ما يبدا يغلي او يعني تتحمص شويه عشان ريحه الدقيق الني دي تطلع، هنبدا ايه نصب العسل بالراحه ونهدي النار شويه لحد ما يستوي. خد له بتاع 10 دقائق ولا حاجه لحد ما تستوي. طبعا مش هقدر استخدمها على طول، لازم ان انا ابدا اصبها في طبق او في بوله واسيبها تهدى وتبرد وبعدين ابدا اتعامل معاها كده. تحميصه حلوه، انا ساعات بحب ادي الدقيق نفسه لون شويه فيبقى كمان هو متحمص معايا وطعمه جميل. تعالوا كده نحط معلقه السمسم معانا برضو اهي، ومعانا هبه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. انا وانت طيبه، مبروك على البرنامج الجميل ده. الله يبارك في عمرك حبيبتي، تسلمي. جميل ما شاء الله، والذكور جميل واعداد جميل وكل حاجه جميله، وانت منوره الشاشه كلها ما شاء الله. الله يسعد ايامك حبيبتي، تسلميني يا رب. تسلم ايدك على الكحك الجميل ده، حلو جدا ما شاء الله. انا على فكره الكحك بيطلع مني ناشف على طول يعني. ما احنا لازم نلبسه حلو، وبعدين السوائل مهم قوي، نسبه السوائل عشان لو زادت بينشف. تمام ان شاء الله تظبطيه، وجربي معانا وان شاء الله هتظبطيه باذن الله. معلش كمان البتفور معايا بقى بيطلع ايه يعني. بتعمليه بزبده ولا بسمنه؟ بعمله بزبده. طيب الزبده لازم تكون نسبتها لكيلو دقيق مثلا 625 جرام، لازم نمشي بالموازين. تمام. ولازم تكون ساقعه. يعني انا بعمل بعير بالكوبايات بصراحه يعني. لا بعيرش بالمعايير. لا عايري بيها ده الميزان، والله احنا جايبين ميزان جميل قوي ومش غالي والله جميل. عايزه اوريه لك لو كان، هوريك في الفصل اللي جاي. جميل جدا، جيبيه وزني عليه على طول. ما شاء الله يعني حاجاتك كلها جميله والديكور حلو قوي قوي. حبيبتي اتفضلي. يا روح قلبي اتفضلي والله، تيجي تشرفينا ان شاء الله في حلقه تعملي حاجات حلوه باذن الله. تسلمي لي يا رب، شكرا لذوقك، كتر الف خيرك. شكرا ليكي حبيبتي اتفضلي. وانا طبعا عايزه اقول لكم اهل بينشف طبعا ان احنا ما نبسوش كويس، البس ده مهم قوي. احنا ساعات بنتخيل ان عشان العجينه طريه في ايدينا هي اتبست، عشان كده انا ساعات بقول لحضراتكم ايه، هو لما بيخمر نص ساعه لازم يخمر نص ساعه الكحك. الكحك اللي انا عملته قدام حضراتكم ده ما ينفعش اشكله دلوقتي على طول، لازم اسيب كحك الخميره والسمنه المقدوحه يمسك نفسه نص ساعه يخمر، وبعدين ابدا اخد منه واحشي واجمل عشان تاخد شكل الكحكايه المظبوط. لكن انا الوقت عندي طبعا شويه يعني صعب، فانا عايزه الحق اقول لحضراتكم كل المعلومات. تمام. دي مهمه. ثانيا في ناس ممكن تجرب تاني في البس، يعني انا دلوقتي سبته خمر، ممكن اجي ببطن ايدي بالعجينه واعملها كده على الرخامه، بس اديها تنعيمه كمان تاكيدا لو انا حسيت ان انا ما بستوش حلو وقت ما كان بالسمنه. طيب بصوا بقى، بدا الدقيق ياخد لون كمان كده، هنزل بقى بالراحه كده بالعسل
الابيض اهو حبيبه قلبي. بصوا كده لحد ما تعمل معانا الايه، نخلط العسل مع الايه، مع الجمال ده كله، هتبدا تربط معانا اهو. شايفين شايفين كل الكميه تنزل. وطبعا اهم حاجه المعالق الخشب في العسل عشان تاخدوا فايدته، لو استخدمتوا حاجه معدن بتروح الفايده بتاعته. للناس اللي بتحب تاخد عسل على الريق او تستخدم العسل الابيض، طبعا ليه اللي هي بتاعه العسل دي الخشب، ما تجيبوش بقى الاشكال الكريستال، ولازم يكون مكان مضمون. على فكره في اماكن جميله وفي نوع محترم في السوبر ماركت وبيبيع منه ليه فروع، والفروع دي بتبيعه سايب بالكيلو، تقدروا تتعاملوا معاه. بصوا بقى بدات تتماسك ازاي، نسبه الدقيق تدي كده تخينه. انا مش عايزه اكتر من الثلاث دقائق دول، وبعدين هصبها في بوله اوريها لحضراتكم، وتبدا اسيبها لما تهدى خالص بس تاخد القوام. في اللحظه دي اقدر اضيف المكسرات بتاعتي اهي، عين الجمل ايه المجروش، وده بيخلي كل العجميه كلها مليانه بالمكسرات، فالكحكه مش مظلومه، يعني اللي بياكل الكحكه بياكل فيها العجميه جواها المكسرات بتاعتها، وبرده بيوفر في كميه المكسرات، ما بتبقاش صحيحه زي اللي بتتحط حبه كامله او نص حبه او ما الى ذلك. طيب هنعمل كده، معلش لازم امسحها كويس من الميه كده، وايه ونبدا نصب بقى، نصب هنا وعلى مهلكه قوي لساعتها وحشه. بصوا بس تمسكت ازاي، بصوا اهي شايفين تمسكت ازاي. يلا بينا نروح، شايفين يلا بينا نصبها بقى في الايه، في البوله بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، شايفين الجمال، الله. هسيبها بقى تهدى تماما على الرخامه في جنب كده، مش هلمسها ولا اجي جنبها. اقصى حاجه ممكن اعملها معاها ان انا احط عليها كيس ثلاجه الزقه بس على وشها عشان ما تنشفش قوي، وهسيبها في جنب. انا هنا مجهزه منها شويه اهي، في منه بالعين الجمل اهي والسمسم، وفي منه شويه من الايه الملبن اللي احنا عملناه، قلنا الملبن اهو، وادي الحشوه بتاعته على البارد عملناها مع بعض في الشوط الاولاني. تعالوا بقى نعمل الكحك بتاعنا. عندي كيلو من الدقيق، ميزه بقى البارد ده ان كل حاجه بتتحط على بعضها. نسبه البيكنج باودر لكيلو دقيق 20 جرام، 20 جرام يعني، عشان في باكيتات بتبقى 12 جرام، عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين. بسم الله هحط كده الكيلو دقيق اهو. طبعا قلنا دقيق كحك وبسكوت او دقيق متعدد الاستخدامات اهو. هاخد عليه معلقتين من السمسم، البيكنج باودر، ريحة الكحك، ورشة الملح مهمة جدا، مادة حافظة وكمان بتظبط الحلاوة. عندي كان في معلقتين سكر بودرة، لو عايزين تحطوهم او معلقة واحدة تقدروا تحطوها، على فكرة معلقة واحدة بس، معلقة واحدة سكر بودرة لو عايزين، هنضيفها دلوقتي. خليني اقلب بس المكونات الجافة دي مع بعض. بسم الله. طيب احنا دلوقتي عندنا المقادير، كيلو من الدقيق، عندي نص كيلو من السمن، عندي من السمنة يعني كوبايتين او نص كيلو دقيق، عندي كوباية من اللبن، ما تزيدش عن كوباية ابدا لبن او مية، عندي معلقتين صغيرين من البيكنج باودر اللي هم 20 جرام، معلقتين صغيرين من ريحة الكحك اللي هي معلقة كبيرة، عندي معلقتين كبار سمسم محمص، رشة من الملح، نص معلقة صغيرة. اوه احنا معطرنا الدنيا خالص، خلينا بس ايه نرفع كده، معلش ننزل كده اللي في الحروف، وبعدين هاخد كمية السمن وانا هنضف الدنيا دلوقتي حالا. بسم الله، نص كيلو سمنة بس على الميزان، المفترض ان هما كوبايتين لو الكوباية 250 ملي اهي. وبعد انا كده لسه ما حطيتش اي سوائل. بسم الله نشيل بس كده دول على جنب، وتعالوا نوضب هنا كده كده، نمسح الايه الدنيا اللي احنا بوظناها دي، زروتنا الدنيا
يلا بينا. تختلط كويس، دي برضو بس من انواع البس، يعني ان انا ببس الدقيق ده كويس مع ريحه الكحك مع كل الحاجات الحلوه اللي احنا حطيناها، مع السمسم، مع ذره الملح، مع ممكن نحط واحده بس، معلقه واحده من السكر الباودر لو حضراتكم حابين، معلقه واحده ما تكتروش. الكحك ده بقى على البارد للناس اللي بتحبه على البارد، ما بتحبش سمنه مقدوحه ولا حاجه. يبقى احنا عملنا كده ايه، السمن بالزبده او بالسمنه المقدوحه، مش بالزبده، بالسمنه البلدي المقدوحه، وعملنا كمان بالبيكنج باودر على البارد علشان اصدقائنا كلهم. تعالوا بينا نشوف. معانا نهى من قطر، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيبه حبيبتي، وانت بالف صحه وسلامه يا رب. وانت بسلام حبيبتي وكل احبابك واهلك بخير يا رب. امين يا رب العالمين. تسلمي على الكعك الجميل ده النهارده مصر. يا روح قلبي تسلمي لي يا حبيبه قلبي. تسلم ايديكي، تسلم ايديكي. تسلمي وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي. النهارده هنعمل بيتي فور ولا هتبقى في حلقات ثانيه؟ لا في طبعا هنعمل البيتي فور طبعا. الاسبوع ده كله حاجات العيد. مشكلتي يا ميس يا قولي، ما احنا كلنا بنكلم التيتشرز عادي. البيتي فور بيضايقك؟ البيتي فور بيطلع شويه ناشف. طيب ما هو ناشف ده بقى البيض بتحطيه سليم ولا بتحطي بياض بيض ولا صفار ولا ايه؟ لا بحط البيضه كامله. بيضه كامله المفروض يطلع مظبوط. نسبه الزبده قد ايه للكيلو دقيق؟ مش عارفه، بتبقى المشكله في التسويه. يعني انا عايزه بتنشفيه؟ الحراره بتاعه الفرن قد ايه واسيبه فيها قد ايه؟ طيب حاضر ماشي. بصي بقى، حراره الفرن بالنسبه للبيتي فور لازم تبقى هي المفروض 180، بس حاجه لو الفرن عندك حامي قللي عن ال 180، ما تستنيش يعني، خليها 160 انا عندي يطلع مظبوط ولا انه يطلع ناشف، لان الحراره العاليه بتنشف، وحتى الحراره العاليه في الكحك او في بسكوتات بتشرخ، يعني اقصد بتخلي الكحك يشرخ. بصوا انا بسيته ازاي، بصوا شايفين؟ ما شاء الله. انا لسه هبصه تاني هتلاقيه عجينه دلوقتي، هتستغربي جدا، هتقولي ايه ده، مش محتاج اي سوائل، بس هو هيبقى محتاج. اهم حاجه ان التسويه تكون على فرن، تسخنيه قبل بربع ساعه وخليه احسن في المضمون 170، وحطي واحده بيضه لو انت بتعملي شوكولاته وفاتح، حطي واحده بيضه في وسط اللي بالشوكولاته عشان تعرفي ان في ناس حرام اما بتيجي تسوي اللي بالشوكولاته ما بتعرفش تسويته. ان شاء الله اول ما تلاقي بس لونها بقى من تحت دهبي فاتح، خلاص اعرفي ان كله استوى، كله خد نفس التسويه، لان خلي بالك هو ليه تسويه بعد ما بيطلع في الفرن جوه الصاج نفسه، بيفضل سخن لحد ما يبرد. تسلمي لي يا نهى، شكرا. انا بس بقلب تقليبه كده كويسه، لازم ابسه كويس، وهوريكم طريقه بس تانيه بالايد سهله لو انتوا مش هتستخدموا عجان عادي، مفيش مشكله، بس لازم اضرب كويس. بصوا حضراتكم هتبداوا تلاقوا العجينه عملت ازاي، بصوا هوريكم، معلش ثانيه واحده، كان الاول مفرفط، بصوا بقت عجينه ازاي، شايفين؟ شايفين ازاي؟ وهيبدا لسه تاني، هديله كمان بسه كمان علشان ينعم اهو، بعد ما ينعم هضيف له السوائل بقى، كوبايه ما تزيدش عنها، 200 مللي 200 مللي بس كده. يلا بينا. نبدا بقى نقلل كده السرعه ونبدا نفتح، بسم الله، وهنضيف الايه السوائل. خليني بس ابص هنا، 200 بالظبط. يلا بينا، بسم الله، اهي شويه شويه، يلا بينا، بسم الله، مع العجن بنضيف. اللي ما عندوش عجان هقول لكم تعملوا ايه دلوقتي حالا، اول ما طلعوا هوريكم حالا طريقه للبس سهله وسريعه. هجيب بس بوله كبيره كده، وناخد كده هنا ونشفها كويس، تعالوا نشوف يتلم لما كمان، محتاج سنه كمان، لما كمان لحد ما تتلم تبقى كره واحده، ترجع تاني تبقى كره واحده، كل دي مؤشرات. شوفوا في الاول كان مفرفط، عمركم ما تحسوا ان هو هيمسك، اول ما ضربناه جامد بقى معجون ازاي،
بعد المعجون اضفنا ال 200 مللي او الكوبايه من الميه او اللبن. انا بعمله باللبن ما بينشفش خالص، وكتير ناس بتعمله باللبن ما بينشفش. المهم الخبره والتجربه في التعامل مع العجاين، ودي ما بتجيش الا لما تجربه كتير، وده طبيعي، ده طبيعي. حرارة الفرن ليها تأثير كبير جدا 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 في انها تنشف او تسوي او بصوا بقى ادي كده، بصوا ده اهو اهو، شايفين العجينة؟ الله عليك، شايفين؟ تعالوا بقى اوريكم طريقة تانية ظريفة، بس بعد ما اوريكم دي هتبسها ازاي. انا جبت اهو حتة من الكحك اهي، وانا عايزة ابسه، هاجي كده ببطن ايدي هنا اهو، ببطن ايدي هنا وهعمل كده اهو، وهعمل كده اهي، هعملها كده. هوريكم الملمس هيبقى عامل ازاي، وهوريكم الثانيه اللي احنا حاطينها في البوله لسه دلوقتي بقت عامله ازاي. شايفين السمن بتاع الكحك ما يبقاش سمن دايب، دايب لا، يعني زايب زي الميه لا، لازم يكون في قوام، والا لو كده سقعوه، لو احنا في الحر وهو منكو سايل سقعوه. بصوا بقى، بصوا دي، تسلمي يا نوني يا حبيب قلبي، عاش والله. بصوا الفرق بين العجينتين في اللون، حاسين ايه؟ حاسين ايه في اللون؟ اللون ده اللون ده اخباره ايه؟ وده فاتح شويه، بصوا كده صح، وده لسه في سنه كده، اول ما بتبدا تنعم بتفتح سنه كمان اهي. هعمل كده ببطن ايدي اهو، ابسها عادي اهي اهي. المفروض ان احنا كنا زمان نقعد نعمله كده، بس لا هو كده هتخليها تمام وقوه افضل اهو. شايفين بلم؟ تعالوا بقى اجي اخد العجميه وحشي واوريكوا عصاج او الملبن او التمر اي حاجه. وطبعا الكحك مش محتاج صاج، بقول تاني لحضراتكم الكحك اللي بالخميره لازم يقعد نص ساعه يخمر. ادي الملبن اللي عملناه على البارد، حطينا له معلقه صغيره سمنه، رشه من السمسم. تعرفوا العجينه مظبوطه ازاي وانتوا بتقلبوا كده، ولازم ما نطلعش كده من هنا، الملبن لازم يختفي جوه عشان ما يسحش في الصاج اهو. بصوا اهو، شايفين ادي الكوره اهي اهي، بصوا ما بتشققش، اهم حاجه تبقى ناعمه وما تشققش اهي. هناخد واحده تانيه نحشي مثلا بالعجوه. حطيت على التمر ده معلقه صغيره على البارد، عايزين تحطوا رشه قرفه، رشه قرنفل، براحتكم، مش عايزين خلاص كفايه. انا ليه ما بسويهاش على النار في معلقه سمنه؟ علشان لو سويتها على النار في معلقه سمنه هتبقى هتنشف شويه، هدخلها تاني الفرن بالسمنه بتاعتها اللي سويتها فيها، هتطلع ناشفه من جوه، هتزعلوا وهتقولوا ليه هو الحشو ناشف. ماشي اهو، شايفين ازاي اهي، شايفين بندورها كده. انا ما بلمس الكحك ده، ما بلمسوش يعني ايه، يعني ما ببططوش، هو بيتبطط لوحده، يا دوب بديله بس هسه كده بدوس عليه بالطباعه. طب في شكل تاني اقدر اعمله؟ بس هما الولاد ما جابوليش منقاش، بس انا اقدر انقشه بطريقه تانية اوريها لكم دلوقتي اهو. يعني انا طبعا اللي عايز يفصل بين شكل الكحك اللي بالعجوه عن الكحك مثلا اللي بالملبن او كده، بصوا طبعا الطباعه احنا عارفينها، الطباعه اهي هعمل كده، بصوا اهي اهي خلاص. تعالوا بقى دي انا مش عايزه اعملها كده، حاضر، بصوا هاخد كده مثلا من دول، هعمل كده مثلا يعني كده والله العظيم. طب يا استاذ سمير بيقول لنا واحنا وانا صغير كنت بقعد انقش مع مامتي اهو، ربنا يديكوا الصحه وطول العمر يا رب اهو. وكان زمان عارفين بقى على ايامنا كان في قوالب بلاستيك كده، ما زالت موجوده تهيألي صح؟ ايوه بيخليها تدي شكل كده اهي، بصوا كده اهي، شايفين الجمال؟ هما بيغنوا في الكنترول يا كحك العيد يا ايه يا رانيا يا بسكويت. طيب
هي اسمها نواعم العيد صح يا حبايب قلبي يا امامير انتوا والله. طيب هدخله الفرن على حراره كام؟ على حراره 180 على الشبكه في النص اهو. مفيش شوايه، ما بشغلش شوايه، فرن ومروحه، ولو عندي فرن بس هسيبه من تحت وبعد كده ابدا ايه اشغل الشوايه بعد ما ياخد التحت اللون اللي هو الذهبي الخفيف الحلو، بعدين اشغل الشوايه من فوق علشان تدي اللون الحلو اللي حضراتكم شايفينه في العرض ده. شايفينه ازاي؟ واجي كده بصوا هاخد كده وارش بقى ده، شايفين؟ اوه صفروا، الحكم صفر بانتهاء الشوط الثاني، وهستسمح حضراتكم نطلع استراحه ونرجع للاكسترا تايم في انتظاركم. اهلا وسهلا بحضراتكم، رجعنا من الاستراحه وهنبدا في دلوقتي. اول حاجه هنعمل صوص كحك ثالث بالزبادي، في ناس كتير قوي بتحبه. خلينا نبقى راضينا كل اصدقائنا وحبايبنا اللي بيشوفونا. عايزه اوريكم شكل الميزان، انا بصراحه بحب الميزان ده قوي عشان ده ميزان رقمي، فبدوس عليه بيديني بيصفر على طول اهو الاون بتاعه، بدي بقى كل الكميات اللي هو عايزها، بوزن عليه ومش غالي اهو، مش غالي وبيتباع في كل المحلات، جيبوه في البيت مش هيجرى حاجه. هنوزن البوله الاول ما فيهاش حاجه ساده اللي انا هوزن فيها مثلا، هصفرها والبوله دي تبقى على صفر، وبعدين ابدا احط المكونات، اوزن بقى كيلو دقيق اشيله لوحده، احط بقى نص كيلو سمنه اشيله لوحده. المهم قوي 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 فكره ان وجود ميزان، لان في انواع من الحلويات الغربيه لازم فيها المعايير يا الميجرنج كابس يا الميزان، مهمه جدا. بصوا العجميه بقى هنا، بصوا بصوا بدات تتماسك، دي لسه ما تماسكتش لسه سخنه، بصوا حضراتكم بصوا القوام، خلوها بقى ما تبقاش ناشفه عشان تبقى طريه تدوب جوه، لانها هتنشف شويه في الفرن هتمسك نفسها يعني. فايه تعالوا بقى نحط الايه العجان بتاعنا، بسم الله، ونركب الكف بتاعنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا ايه نقول مقادير الكحك عندنا بالزبادي. حاضر، ومقادير الكحك بالزبادي يا اولاد نزلوا لنا المقادير دي، مقادير كحك بسيطة وجميلة وفي ناس كتير بتحبها ونتيجتها حلوة قوي على فكرة. أنا بصراحة أول ما اتبعت لي عايزين كحك الزبادي استغربت جدا، قلت يا في ناس لسه استل بتحب الكحك بالزبادي ده، تعالوا يلا نقول المقادير. عندي لمقادير الكحك بالزبادي، يلا، نص كيلو دقيق، الله عليك والله، نص كيلو دقيق منخول كويس، عندنا من الزبادي علبة زبادي، وعندنا كوبايه وربع من السمنه، وعندنا معلقه صغيره من البيكنج باودر، وعندنا معلقتين سكر بودره ورشه من الملح. اللي عايز يضيف سمسم براحته، دي حاجه ترجع لحضراتكم. اول حاجه باخدها كده الزبادي، هاخد كده الزبادي هضربه مع السمنه كده، تمام، وهاخد معاهم السكر البودره. قد ايه سكر بودره؟ معلقتين. وتقدروا تحطوا المعلقتين دول في برضو الكحك اللي بالبيكنج باودر مع العجينه نفسها، ما تكتروش عن كده، بسم الله. اهم حاجه في استخدام البسكوت النشادر وبسكوت البرتقال والمثلا البيتي فور، الزبده لابد ان تكون ساقعه، ساقعه يعني ايه؟ مش طالعه من الثلاجه مجمده قوي، او ساقعه اللي هي خشب، لا، تكون قعدت بره ريحت، واجي احط صباعي بالضغط كده، بالضغط يعني اضغط سنه الاقي صباعي ساب اثر، لكن احط صباعي الاقيها كريمه، دي غلط. تعالوا كده ناخد امو جوزيف، اهلا وسهلا. صباح العسل، يشوف عظيمه، صباح الفل عليكي، كل سنه وانتي طيبه وحضرتك طيبه وخير يا رب، ربنا ما يحرمني منك يا قلب، منوره القناه الاهلي يا عمري، يا رب يخليكي، انا فرحانه انك طلعتي هوا النهارده، ربنا يخليك يا حبيبتي،
يا حبيبي. كل يوم افتح وابص اقول يا رب تطلع هوا عشان نتكلم. احنا هوا معاكم كل يوم ان شاء الله باذن الله من السبت للاربع ان شاء الله. ربنا يحرمني منك يا عمرو. تسلم ايديكي في الكحك والبسكوت وكل سنه واحنا كلنا طيبين. امين يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين يا حبيبتي. تسلم ايديكي في الحاجات الحلوه اللي بتعمليها دي يا عمرو. تسلمي يا روح قلبي. تسلمي لي. ربنا يخليك. طب بص بقى يا شوف عظيمه يا رب يخليك الغريبه يا رب يخليك وديك عشان انا بحبها جدا الغريبه. تقريبا هنعملها بكره. تابعينا بقى شوفي احلى غريبه. خلاص ماشي احلى قريبه ان شاء الله عشان خاطر ام جوزيف. كل سنه وانتم طيبين يا حبيبتي. شكرا لمكالمتك. كل جمهورك طيبين وبخير يا رب. امين امين يا روح قلبي. تسلمي لي يا ام جوزيف. شكرا ليك ولاتصالك. بصوا بقى تعالوا كده بصوا خلطنا السمن بالزبادي بقوا كده. طيب هنيجي بقى ناخد بسم الله الرحمن الرحيم بيكنج باودر. طبعا لما بحط بيكنج باودر بحط لازم ذره الملح مهمه قوي. ذرة ملح وخليني اقلب كده. بسم الله. الدقيق كل ما تنخلوه كل ما يبقى هش وجميل مش مكتوم. استخدموا المتعدد الاستخدامات او الكحك والبسكوت. طيب هناخد كده بسم الله الرحمن الرحيم. بخلي لازم شويه في الاخر لضمان نوع الدقيق. افرضوا انا بستخدم نوع دقيق حضرتك مش بتستخدمي نفس النوع يبقى الفروق البسيطه دي في ايدينا. بسم الله. حلوه برضه. ندخل الايه السمن مع الزبادي. الزبادي ده بيخليه برضه عجينه ليها طعم حلو وطريه وجميله. بسم الله. ازاي يا جماعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هديها بس يعني كمان ضربه كمان ضربه كمان. بسم الله. نجرب كده اخر مره. الله بصوا طريت ازاي. شايفين بقى ان خدمه العجينه مهمه ازاي. ساعات بتخدع على فكره يعني ساعات الواحد بيتخدع بالعجين. تعالوا بقى كده. ما عندهمش عجين هنعمل على ايدينا. اهم مرحله في العجين ان احنا ايه نبسه كويس بالسمن بايدينا على قد ما نقدر. اي بقى معمول فيه سميد ده موضوع تاني. احنا هنعمل معاكم كحك لاصدقائنا الغاليين علينا بس خليه مفاجاه. ليه كده تكنيك تاني نعرف برضو الدول الاخرى بتعمل ازاي الكحك بتاعها. فعايزين نقدم منه حاجه ان شاء الله هتستمتعوا بيه وفكرته رائعه وهيبقى قريب شويه من اصدقائنا اللي بيعملوا المعمول اللي دخلوا نسبه سميد. لان السميد ده بالذات عشان حباته تتفتح محتاج لتكنيك برضو. طيب هناخد كده من العجين وهبدا احشي. انا عندي هنا اهي الحشوات او الملبن مثلا او بال كده. بصوا بصوا لونه جميل ازاي وسهل وبسيط اهو اهو. وهحط على الصاج. خليني اجيب الصاج. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو الكحك زي ما قلنا فيه نسبة سمنة كويسة مش محتاج ان انا احط فيه او ادهن الصاج اي حاجة. طيب ده نص كيلو تقدروا تجربوا في شوية لو حابين تشوفوا كده. بصوا بقى الملبن. بصوا الملبن بيبقى ماسك نفسه ازاي. اللي احنا عملنا عليه معلقة صغيرة سمن وحطينا له شوية سمسم اهو بقفل كده العجينة كويس. اهم حاجة ما تطلعوش الملبن ده بره. ليه؟ علشان ما يسحش في الصاج ويبقى مش حلو بيطلع بره وينشف. واعمل كده اهو كده. وتعالوا نحط الايه القمر ده. يا نهار ابيض ما يغلوش عليك والله ما
ربنا يبارك فيك يا استاذ سمير. والله ناخد بقى اللي بالعجوه شويه او بالتمر، برضو حطيت معلقه صغيره سمنه على البارد. ليه؟ اتفقنا عشان ما ينشفش في الفرن. يبقى انا بسخن وبصوا بس الكحك بقى، يا لهوي بصوا بصه كده يا خبر لسه هنديله لونه ولسه ما كملش، بس هيجيبوه لنا حالا، هتشوفوه حالا. بصوا كده، بسم الله. اللي في الفرن بقى، في الفرن يا استاذ سمير بعد اذنك. بصوا الجمال، ودي ممكن تبقى العجميه اهي اللي قلنا فيها مكسرات. ومش عايزين تحطوا مكسرات ما تحطوش، حطوا سمسم بس ماشي، اللي موجود عند حضراتكم بتحبوه. في ناس بتحبوا ساده اصلا بيبقى رائع برضو. انا زمان كنت بحبه ساده، ما اعرفش شكله بمحشي. هطلعه لكم ثانيه واحده، ثانيه واحده حبايب قلبي، انتوا تؤمروا. بسم الله، بصوا كده الله كده محتاجين بس لسه قدامه شويه، هو يعني هياخد له مثلا 20 دقيقه مثلا، يعني مثلا بفترض معاكم عشان بس ايه، على حسب الفرن. الافران الحاميه قوي من تحت هدوها يعني نسبه اقل، يعني لو احنا بنقول 180 انتوا اعملوا 170، لو انا بقول 170 وعالي عندكم انتوا حطوا 160 هكذا. فايه نبدا نظبط الكحك بقى اللي بالزبادي ده، سبحان الله يعني في ناس بتحبه قوي. بصوا نقلب بقى وهنشكله برضو عادي جدا بال زي ما انتوا عايزين. الكحك بقى اللي احنا كنا ساعات بنفصله، بصوا ساعات بنعمل كحكايه كده، ممكن بقى نفصل شويه. اللي بالتمر مثلا بنعمله شكل، واللي بالعجميه بنعمله شكل مثلا يعني. بصوا هوريكم ده شكل برضو، بس بحشيه بقى شويه حلوين كده مثلا يعني كده كده يا استاذ سمير ماشي، معجب جدا بالكحك يا استاذ سمير، ربنا يخليك يا فندم، والله ما تحرمش منك جدا، ربنا يبارك فيك. بصوا بقى نعمل بالنقشه، فاكرين اللي انا كنت ماسكاها في ايدي دلوقتي راحت فين اهي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اوريكم برضو طريقه ظريفه بيدي شكل حلو بصراحه. بصوا مثلا يعني نعمل واحد شكل واحد شكل اهو مثلا، فيبقى ده شكل وده شكل. يعني ايه اهو مثلا، فبس بقى كل اللي من الحجم ده يستوي مع بعضه، وكل اللي من الحجم ده يستوي مع بعضه، عشان ما يبقاش ايه الاحجام تبقاش متفاوته. اهو 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 كحك الزبادي، يلا بينا. شايفين عجنته جميله ازاي؟ شيل بلابلنا زي ما كانوا. بصوا انا بجمعهم كده في علبه بيبقوا جنبي يعني في المطبخ، وفي برضو عشان ما يضيعوش منكم كده ولا كده، وتبقى الدنيا تمام. اتبقى عندي شويه ملبل زي دول، هعمل بيهم ايه الملبل ده؟ هاخده في كيس ثلاجه واقفله كده وابططه واشيلهم في الفريزر. عندي شويه عجميه اتبقوا، هاخدهم في كيس وهقفلهم واحطهم في الفريزر. عندي شويه تمر من اللي انا عجنته ده من غير ما يتكور يعني، هاخده احطه في كيس وهشيله في الفريزر. اي وقت حضراتكم جايين تعملوا اي حاجه هتقدروا. عجينه كحك تتشال في الفريزر يا جماعه، عجينه الكحك تتشال في الفريزر. انا دلوقتي لما بعمل ساعات كحك كتير ببقى نفسي فيه، او مثلا حد من ضيوفنا او حد من المقربين جاي من سفر وبيبقى نفسه ياكل الكحك ده، ساعات بعمله بشيله في الفريزر، بيطلع اسيبه على رخامه المطبخ لفتره كويسه من بالليل للصبح، او مثلا 3-4 ساعات كده يفك تماما. اخده بيبقى محجر شويه او ناشف سنه، ببدا الينه بايدي بالطريقه اللي وردتها لحضراتكم، يرجع عجينه لينه زي دي بالظبط. ابدا اخده واشكل واحط في الصاج وتمام، ويطلع زي القمر. يعني ان شاء الله يا رب نكون احنا جاوبنا على كل الاسئله الخاصه بحضراتكم. الحلقات اللي جايه ان شاء الله يبقى فيها بيتي فور والغريبه. تعالوا بقى دلوقتي نبدا نستقبل ضيفتي اللي هتشرفني وتنورني في الفقره اللي جايه، دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. هتكلمنا عن اسئله كتير حضراتكم سالتوا عنها، وعن ايه هي الفيتامينز المهمه للجسم، ازاي نعرف احنا عندنا نقص فيتامين ولا لا، امتى نستشعر ان احنا محتاجين ده ونسبته قد ايه، ونعمل ايه الصح.
كل ده هنعرفه معاها. خلينا نطلع لاستراحة ونرجع نستقبل ضيفتنا في انتظار حضراتكم.